اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز، وده ان شاء الله هناخد ليسون 4 في يونت 1 اللي بعنوان ايدنتيفاينج ذا سيركل. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر من الدروس السهله، هنتعرف فيه ازاي نرسم السيركل اندر سيرتن كونديشنز، يعني تحت ظروف معينه. عندي ثلاث انواع من الرسومات، هنتعرف ازاي نرسم سيركل تمر بنقطه واحده، هنتعرف ازاي نرسم سيركل تمر بنقطتين، هنتعرف ازاي نرسم سيركل بتمر ب 3 بوينتس. طيب اولا كده علشان نعرف السيركل او علشان ارسم السيركل انا محتاج اعرف ايه؟ لازم احدد حاجتين تحديد كامل في البلين. لازم اعرف السيركل دي السنتر بتاعها فين، دي حاجه طبيعيه، هروح فين في البلين عشان احط النيدل عندي بتاعت الكومبس. طيب تاني حاجه لازم اعرف الراديوس لينس، الدايره بتاعتي دي الفتحه بتاعتها قد ايه، دايره كبيره دايره صغيره. يبقى انا محتاج حاجتين، محتاجين السنتر ومحتاجين الراديوس لينس. ده كده في العام عشان نرسم اي سيركل. يبقى احنا في الدرس بتاعنا هندرس مجموعه رسومات للسيركل تحت شروط معينه. طيب اول حاجه عندي drawing a circle passing through a given point، يعني انا عندي البوينت اللي اسمها ايه، ادي البوينت اللي في النص دي، دي بوينت كده اسمها ايه. البوينت دي في البلين انا عايز ارسم سيركل تمر بيها، هنعمل ايه؟ هاجي اقف في اي حته في البلين بالنيدل بتاعتي، مثلا هقف هنا كده وافتح الفتحه بتاعتي ام اي وارسم السيركل. ممكن ارسم واحده ثانيه، اقف في حته ثانيه وارسم سيركل تمر برضك بيها. ممكن نرسم واحده كمان، نقف هنا مثلا والفتحه دي هي الراديوس ونرسم، هتمر برضه بالايه؟ بالاي. يبقى هاو ماني سيركلز وي هاف باسنج ثرو 1 بوينت في البلين؟ عندنا انفاينايت نمبر اوف سيركلز، ممكن ارسم عدد لا نهائي من السيركلز اللي بتمر بالبوينت دي. هقف هنا مثلا بالنيدل واعمل سيركل، هقف هنا واعمل سيركل، هقف هنا واعمل سيركل، في كل مره هختار الراديوس ما بين السنتر اللي هرسمه والبوينت دي. تمام؟ يبقى في الحاله دي وي هاف انفاينايت نمبر اوف سيركلز باسنج ثرو ا جيفن بوينت. طيب في جزئيه كده، لو انا عايز ارسم مجموعه من السيركلز زي بعض بالظبط وكلهم بيمروا بالبوينت ايه، نرسمها ازاي؟ هنقف عند الايه ونعمل ايه؟ ونعمل سيركل، يعني هخلي الايه سنتر وهرسم سيركل، ومن البوينتس اللي موجوده على السيركل نفسها هقف على كل واحده من هنا، على كل بوينت من هنا، واخد سيركل بنفس الراديوس اللي هو ايه؟ اللي انا راسم بيه اصلا، اللي هو مثلا اي ام 1، ده كده راديوس. هقف عند الام 1 واعمل سيركل تديني السيركل دي، هقف عند الام 2 واعمل سيركل تديني السيركل دي، عند الام 3 تديني السيركل دي. يبقى اي نقطه على السيركل دي هترسم لي دايره، الدايره دي زي اختها بالظبط. اوكي؟ عشان دي برضك بتجي لنا في الكومبليت. يبقى احنا لو عايزين نرسم مجموعه من السيركلز كلهم بيعدوا بالبوينت ايه وكلهم كونجروانت، يعني كلهم زي بعض ليهم نفس الراديوس لينس، هنعمل ايه؟ لازم كل السنترز دول يكونوا موجودين على سيركل، السيركل دي السنتر بتاعها البوينت ايه. الحاله الثانيه اللي عايزين نتعرف عليها ازاي نرسم سيركل بتباسنج ثرو تو جيفن بوينتس، يعني عندي نقطتين، البوينت اللي اسمها ايه والبوينت اللي اسمها بي، مدهمني كده. ازاي نرسم سيركل تمر بيهم؟ اول حاجه هنعتبر ان الاي بي ده كورد في السيركل، وبعد كده نجيب له الاكسس اوف سيمتري. يعني ايه الاكسس اوف سيمتري؟ يعني البربنديكولار لاين من الميدل ايه، من الميدل بوينت، وطبعا احنا واخدينها في ليسون 2، ده لازم يعدي عندي بالسنتر. يبقى بعد ما نرسم الكورد اي بي نجيب له الاكسس اوف سيمتري. طب وبعدين نعمل ايه؟ اي نقطه على الاكسس اوف سيمتري زي الام كده، افتح فتحه بالكومباس لحد ما اوصل للاي تبقى ام اي وارسم. لما نيجي نرسم هنلاقيها بتمر بالاي وبالبي. طيب نيجي مثلا نقف مثلا السيركل اللي هي الجرين دي، هقف هنا مثلا في النص هنا واعمل سيركل، هنا السيركل الاورنج دي مثلا هقف هنا واعمل سيركل. اي نقطه عندي على اللاين ده لما اجي اقف عليها والفتحه بتاعتي تبقى من اول البوينت هنا والبوينت اي او البوينت بي، لازم هتمر بالايه؟ بالنقطتين. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا عندي عدد لا نهائي من السيركلز اللي ممكن ارسمهم ويمروا عندي بالنقطتين A وB، بس لازم السنترز بتوع السيركلز دول هيلاي اون ذا اكسس اوف سيمتري اوف AB. هاي طبعا متجيلنا في الكومبليت.
يبقى السنترز بتوعهم لازم يقع على الايه؟ على اللاين ال ده. تمام مع بعضنا نشوف توضيح للكلام ده. ادي البوينت A وادي البوينت B. اول حاجه هنعمل الكورد AB، بعد كده هنيجي من النص بالظبط من السنتر نعمل اكسس اوف سيمتري يعني بيربنديكولار عليه. هنطول اللاين شويه وبعد كده ابتدي احدد بوينت على الاكسس اوف سيمتري ده. مثلا هاخد البوينت دي اسمها ام، بعد كده اجي اقف افتح الفتحه من اول الام لحد ايه؟ لحد البي. خلاص انا فتحت الفتحه دي كده تمام، واقف عند الام وارسم السيركل بتاعتي، لازم هتمر بالاي وبالبي. تمام هناخد نقطه كمان، النقطه دي مثلا كده، وافتح الفتحه بتاعتي بالكومباس من اول الان لحد البي وارسم الرسمه بتاعتي، ترسم سيركل. طيب هنحدد نقطه كمان بعيد شويه اهي البوينت دي، واخد الكومباس بتاعي افتحه الفتحه دي وارسم، هترسم معايا سيركل. ولو انتوا جربتوها بايديكم هتلاقوا ان كل السنترز لازم تكون موجوده على الاكسس اوف سيمتري ده. خلاص يبقى فهمنا الجزئيه دي، عشان لما اجي لنا في الكومبليت يبقى انا عندي عدد لا نهائي من السيركلز اللي هيمروا بنقطتين A وB، وكذلك عندي عدد لا نهائي من السيركلز اللي هتمر بنقطه واحده، يعني الحاله دي والحاله اللي قبلها. طيب يلا ناخد كده اكزامبل 1. بيقول لي يوزنج الجيومتريك انسترومنتس درو الاي بي، ارسم كورد اي بي وبعد كده ارسم سيركل باسنج ثرو الاي وبي والراديوس لينس بتاعها هيكون 2، بيسالني هاو ماني سوليوشنز كان وي اوبتين. يلا نعملها مع بعض. اول حاجه هنرسم الاي بي 3 سنتيمترز، بعد كده نعمل الاكسس اوف سيمتري للاي بي، وبعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنقف عند البوينت بي او البوينت اي واخد الراديوس لينس بتاعي 2 سنتيمترز واعمل ارك. الارك ده هيقطع الاكسس اوف سيمتري في نقطتين. هل ينفع يقطعه في اكتر من نقطتين؟ مستحيل، هيقطع في نقطه هنا ونقطه هنا، ملوش اي قطعات تانية. النقطتين دول هيبقوا السنترز بتوع التو سيركلز اللي هقدر ارسم ارسمهم عشان يمروا بالاي بي. يبقى انا اول نقطه هنا بقى حاجه اقف عندها وافتح الفتحه بتاعتي 2 سنتيمترز وارسم كده، رسمت اول رسم اول سيركل. وعند البوينت الثانيه هنقف عندها برضو هنحددها وهنقف عندها بفتحه 2 سنتيمترز، لازم هتمر معايا بالاي وبي. يبقى هي دي الرسمه بتاعتي المطلوبه. تمام يبقى بنرسم الكورد الاول وبعد كده بنعمل اكسس اوف سيمتري، وبعد كده بقف عند البوينت بي بالراديوس لينس اللي هو عايزه، اقطع الاكسس اوف سيمتري في نقطتين، كل نقطه منهم تعتبر سنتر معايا السيركل، هتترسم وتمر بنقطتين. تعالوا نشوف بعض الملحوظات المهمه. لو انا عندي كورد اي بي وعايز ارسم سيركل تمر بالنقطتين اي وبي، عندي ثلاث احتمالات. لو الراديوس بتاع السيركل دي اكبر من هاف الايه الكورد اي بي، في هذه الحاله ممكن نرسم بس تو سيركلز يمروا بالايه بالاي والبي زي الاكزامبل اللي فات، هنرسم سيركل من فوق وسيركل من تحت. طيب لو كان الراديوس بالظبط قد نص الاي بي، في الحاله دي هيبقى في دايره واحده بس اللي ممكن نرسمها، ويبقى السنتر بتاعها الميد بوينت بتاع الايه بتاع الكورد ده. طيب لو كان الراديوس لزان الاي بي، في هذه الحاله مش ممكن ابدا هعرف ارسم سيركل تمر بالايه بالنقطتين، الحاجه كلها بديهيه يعني. طيب تعالوا نشوف ثالث رسمه معانا، اللي هو ازاي نرسم سيركل تمر بثلاث نقط. الثري بوينتس دول يا اما هيكونوا كولينير يعني الثلاثه على خط واحد، يا اما هيجوا لي نوت كولينير. لو هما كولينير مستحيل نعرف نرسم سيركل تمر بالبوينت A وB وC طالما هما على نفس الستريت لاين. ليه مستحيل؟ لان انا عشان تمر بالبوينت A والبوينت B لازم السنتر يكون موجود على ال1 اللي هو الاكسس اوف سيمتري ده، وعلشان تمر بالبوينت B والبوينت C لازم السنتر يكون على ال2، وفي الحاله اللي احنا فيها دي ال1 بارل لل2 مستحيل يتقاطعوا، وبالتالي مش هقدر اقلهم ايه سنتر. يبقى اتس امبوسيبل تو درو ا سيركل باسنج ثرو 3 كولينير بوينتس. طيب لو هما بقى مش كولينير، لو هما مش كولينير ممكن نرسم ازاي؟ لان ادي البي والسي ادي الاكسس اوف سيمتري بتاعهم ال2،
وادي الاي بي الاكسس اوف سيمتري بتاعهم L1، هما الاثنين تقاطعوا في البوينت اللي اسمها ام. الام دي هتبقى السنتر بتاع السيركل اللي ممكن تمر بالثري بوينتس دول. طب عندي كام سيركل هتحقق معايا؟ هي جاست وان سيركل اللي هتمر بالثري بوينتس دول، والسنتر بتاعها هيكون الانترسكشن بوينت ما بين ال L1 وال L2. يبقى فور اني 3 نون كولينير بوينت ذير ار ا يونيك سيركل كان بي درون تو باس ثرو ذم. اوكي، تعالوا نشوف كده الرسمه دي ممكن نرسمها ازاي. هنحدد البوينت A والبوينت B والبوينت C والثلاثة نوت كولينير، مش على نفس الستريت لاين. هنوصل الـ AB والـ A والـ BC، وبعد كده نجيب الـ axis of symmetry بتاع الـ AB والـ axis of symmetry بتاع الـ BC. هنطول اللاين شوية. لما نيجي بقى ناخد الـ axis of symmetry للـ BC لازم هيتقاطع في نقطة مع مين؟ مع الـ axis الأولاني. النقطة دي هي الـ point اللي هتبقى M، اللي ممكن ارسم منها السيركل اللي هتمر بالايه؟ بالثلاث نقط. تعالوا مع بعضنا نشوف اكزامبل 2. بيقول لي يوزنج الجيومتريك انسترومنتس درو تريانجل اي بي سي، مديني اي بي واي سي 3 سنتيمتر والبي سي 4، وبعد كده درو السيركل ويتش باسس ثرو البوينتس اي وبي وسي. طبعا سهله جدا. اول حاجه بنعملها بنرسم البي سي 4 سنتيمتر، احنا واخدينها هي البيز عشان هي المختلفه. افتح الكومباس بتاعي 3 سنتيمتر واقف عند السي واعمل ارك، واقف كذلك عند البي بفتحه 3 سنتيمتر واعمل ارك. الاثنين هيتقاطعوا في نقطه اللي هي البوينت A. نوصل الاي سي ونوصل الاي بي. بعد كده نجيب الاكسس اوف سيمتري للبي سي والاي سي، الاثنين هيتقاطعوا في نقطه. ده الاكسس اوف سيمتري بتاع البي سي، وده الاكسس اوف سيمتري بتاع الاي سي. حصل لهم انترسكشن في بوينت، البوينت دي اللي اسمها ام، اقف عندها بفتحه ام بي او ام اي او ام سي، اي واحده منهم هترسم سيركل هتمر بالثلاث نقط. يبقى هي دي الرسمه المطلوبه مننا. تعالوا مع بعضينا نشوف مجموعه من الكرولرز المهمه قوي، حاجات طبعا بتجيلنا في الكمبيوتر. أول حاجة عندي إن السيركل which passes through the vertices of a triangle is called the circumcircle of this triangle. يعني أنا عندي التريانجل A B C، عندي سيركل محوطاه. ناخد بالنا إن التريانجل A B C بنسميه الانسكرايبد تريانجل، يعني التريانجل اللي موجود جوه الدايرة أو اللي الدايرة بتحوطه. كلمة انسكرايبد يعني متحوط، متحوط بالدايرة دي. السيركل عندي M دي بنسميها circumcircle، او الدايره اللي بتمر بالفيرتيسيز بتاعت الترينجل. اوكي، طيب ايه تاني حاجه؟ تاني حاجه ان البربنديكولار باي سيكتورز للسايدز بتاع اي ترينجل انترسكت ات ا بوينت. يعني ايه البربنديكولار باي سيكتور؟ ده اللي هو الستريت لاين اللي جاي لي بربنديكولار على اللاين سيجمنت في الميد بوينت. طب احنا لسه واخدين من شويه اسم تاني ليه. تمام، بالفعل هو الاكسس اوف سيمتري. البربنديكولار باي سيكتور هو بالظبط الاكسس اوف سيمتري. اي ترينجل عندي في الدنيا الـ 3 axes of symmetry بيتقاطعوا في نقطة، النقطة دي بتبقى السنتر بتاع السيركم سيركل بتاعت الايه؟ الترينجل اي بي سي. اوكي؟ ولازم طبعا نعرف الستيتمنت عشان لو جات لنا في الكومبليت. البربنديكولار باي سيكتورز، هات لي اس عشان هم 3 of the sides of a triangle intersect at a point، بيتقاطعوا في نقطة. which is the center، اللي هي السنتر بتاع السيركم سيركل of the triangle. تمام؟ كلام سهل جدا. طيب ايه تاني؟ عندي ثلاث انواع من الترينجلز، يا اما الترينجل بيكون اكيوت انجل، يا اما رايت انجل، يا اما اوبتيوز انجل. في الثلاث حالات دول وضع السنتر بيختلف. يعني لما بيكون اكيوت انجل الثري اكسيز اوف سيمتري هيتقاطعوا في نقطه، النقطه ام دي اللي هي السنتر بتاع السيركم سيركل دي هتبقى انسايد الترينجل، تبقى جوه الترينجل. طيب لما بيكون رايت انجل ال 3 axes of symmetry هيتقاطعوا في نقطة، النقطة دي تبقى الميد بوينت بتاع الهايبوتنيوز. يعني ادي كده axes of symmetry، وادي axes of symmetry، وده axes of symmetry هيمر كلهم هيمروا فين؟ في الميد بوينت بتاعت البي سي. طيب لما بيكون obtuse angle، obtuse angle هنلاقي ان ال 3 axes of symmetry هيتقاطعوا بره الترينج. وحتى لما نيجي نرسمها
لو انتوا جربتوها في ورقه ورسمتوها هتلاقوا ان الام عندي بتجي لي ايه، بتجي لي بره. طبعا كل الكلام ده مواضيع اسئله في الايه، في الكومبليت واللي تشوز. هيقول لي مثلا السنتر اوف ذا سيركم سيركل في الايه، في الاكيوت انجل ترينجل لايز فين، بيقع فين. هنا هنقول انسايد، هنا هنقول اوتسايد، هنا هنقول on the midpoint of the hypotenuse. اوكي and so on. تعالوا مع بعضنا نشوف سبيشال كيس مهم قوي اللي هي الانسكرايبد ايكوالاترال تريانجل. يعني عندي سيركل محوطه ايكوالاترال تريانجل. هنلاحظ حاجه غريبه قوي بقى بالنسبه للسنتر بتاع السيركم سيركل دي. ايه حكايه السنتر بتاعها؟ اولا ناخد بالنا من حاجه، هنتكلم مثلا عن الاي بي. الاي بي اللاين ده هنسميه مثلا L1. L1 ده لما بيجي يمثل للاي بي بيمثل لها ايه؟ هيمثل لها ثلاث حاجات، والثلاث حاجات احنا واخدينهم قبل كده، وهم الثلاث حالات هيتمثلوا في نفس اللاين. اول حاجه عندي ان ده اكسس اوف سيمتري او بيربنديكولار باي سيكتور. يعني ايه اكسس اوف سيمتري؟ يعني بيربنديكولار فين؟ في الميد بوينت، يعني بيقسم دي 2 وعندي هنا بيربنديكولار. ايه كمان؟ هنلاقي ان هو ميديان. يعني ايه ميديان؟ الميديان ده اللاين سيجمنت اللي خارج من الفيرتكس رايح للميد بوينت. يعني اللاين ده ال L1 ده اكسس اوف سيمتري وميديان في نفس الوقت. ده مش كده وبس، كمان ده التيتيود. يعني ايه التيتيود؟ التيتيود يعني هايت، يعني جاي لي من الفيرتكس ونازل بيربنديكولار على البيز. تمام. يبقى الايكوالاترال تريانجل هنلاحظ حاجه، هنلاحظ ان اللاينز ديت او الانترسكشن بوينتس بتاعت اللاينز دي هتمثل عندي ثلاث حاجات. هتمثل عندي انترسكشن بوينت للاكسيز، وانترسكشن بوينت للالتيتيودز، وانترسكشن بوينت للميديانز، وانترسكشن بوينت كمان للبايسكتورز بتاعت الانتيريور انجلز، لان ده هيبقى ميديان وفي نفس الوقت هيبقى بايسكتور لمين؟ للانجل. اوكي. الناس اللي ما بتعرفش تفرق ما بين الالتيتيود وبين الميديان، مثلا لو عندي تريانجل كده كده مثلا، الالتيتيود اللي هينزل عندي من الفيرتكس دي كده بيربنديكولار، ده كده، ده كده بنسميه التيتيود. اوكي. او هايت، الالتيتيود والهايت الاثنين بمعنى واحد. طيب مين بقى الميديان؟ الميديان لا، ده اللاين سيجمنت اللي نازل من هنا كده رايح على الميد بوينت. اوكي، ده بنسميه ميديان. طيب فين الاكسس اوف سيمتري؟ هنلاقيه عند الميد بوينت وبيربنديكولار، هنلاقيه كده، ده كده مين؟ ده الاكسس اوف سيمتري. اوكي، بحيث ان المنطقه دي كلها كده تبقى قد الايه، الحته دي كده، عشان تفرقوا ما بين الميديان والالتيتيود. طيب نيجي نشوف اخر جزئيه معانا في الليسون، ودي حته برضو بتجيلنا في اللي تشوز كتير والكومبليت، ان احنا ممكن نرسم سيركل تباس ثرو الفيرتيسيز بتاعه الريكتانجل والسكوير والايزوسلس ترابيزيوم. ممكن نرسم حواليهم سيركل، لكن مش هنعرف نرسم سيركل تمر بالباريلوجرام والرومبس والترابيزيوم اللي هو مش ايزوسلس. اوكي، يبقى انا عندي ثلاث اشكال ما بنعرفش نرسم لهم سيركم سيركل، اللي هم مين؟ الباريلوجرام والرومبس والترابيزيوم. يبقى احنا ناكد على حفظنا، الباريلوجرام والرومبس والترابيزيوم ما ينفعش نعمل حواليهم سيركل. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضنا نشوف مجموعه من الاكسرسايزز اللي على الليسون. اول مجموعه عندي مسائل اللي تشوز، بيقول لي تشوز ذا كوركت انسر فروم ذوز جيفن. هنا it is possible to draw نقط passing through a given point. احنا قلنا لما يكون عندي نقطه واحده اقدر ارسم عدد لا نهائي من السيركلز اللي ممكن تمر بيها، يبقى an infinite number of circles. ها اللي بعديها the number of circles which pass through two given points. كم عدد السيركلز اللي ممكن تعدي بتو جيفن بوينتس؟ قلنا برضو عدد لا نهائي، اللي هم السنترز بتوعهم بيبقوا على الاكسس اوف سيمتري بتاع الايه، اللاين سيجمنت اللي بتوصل ما بين التو بوينتس دول. اللي بعد كده ذا نمبر اوف سيركلز باسنج ثرو 3 كولينير بوينتس از ايه. ناخد بالنا بيقول لي كولينير، يعني الثلاث نقط دول على استقامه واحده. ها
ها عندي كام سيركل ولا سيركل. قلنا ما ينفعش اصلا نرسم سيركل تمر بثلاث نقط كولينير، يبقى هنا زيرو. اللي بعديها the number of circles passing through three non-collinear points، كم سيركل؟ one circle. اللي بعديها we can identify the circle if we are given a، نقدر نحدد السيركل تحديد كامل لو احنا عندنا 3 collinear points. لا طبعا مش هنرسم سيركل اصلا. 2 points ازاي؟ ده انا عندي عدد لا نهائي من السيركلز اللي بيمروا بال 2 points. 1 point كذلك عندي عدد لا نهائي من البوينتس بتمر بيها. طيب 3 non-collinear points، بالفعل ال 3 non-collinear points اقدر احدد just one circle تمر بيهم. اللي بعد كده the centers of the circles passing through the two points A و B lie on A، ها بيكون واقع على ايه؟ على axis of symmetry of ال AB. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the center of the circumcircle of a triangle is the point of intersection of what؟ السنتر بتاع السيركل اللي بتحوط الفرتيسيز بتاعت التريانجل، دي نقطة تلاقي ايه؟ هل البايسكتورز اوف اتس انتيريور انجلز؟ لا طبعا دي سبيشال كيس للايكواتورال بس. هل البايسكتورز للاكستيريور انجلز؟ دي اصلا دي حاجة مش موجودة خالص. طيب اتس التيتيودز؟ دي برضه سبيشال كيس في الايكواتورال. ولا السيمتري اكسس اوف اتس سايدز؟ طبعا هي دي الإجابة الايه؟ المظبوطة. طيب اللي بعديها if the triangle ABC is right angled at B يبقى center of its circumcircle is A، دي احنا قلنا الميد بوينت بتاع الهايبوتنيوز هو رايت عند ال B، يبقى الهايبوتنيوز AC يبقى الميد بوينت of ال AC. يلا اللي بعد كده it's impossible to draw a circle passing through the vertices of A، احنا قلناهم الباريوجرام والرومبس والترابيزيوم، مين فيهم موجود هنا؟ الرومبس. يلا اللي بعديها it's possible to draw a circle passing through the vertices of A، الرومبس والترابيزيوم والباريوجرام ما بنعرفش نحطهم جوه سيركل، يبقى مين عندي هنا اللي هينفع؟ الريكتانجل. اللي بعد كده if AB is a line segment of length 4 then the radius length of the smallest circle which passes through two points دول equals A، احنا قلنا ان ال smallest circle اللي هتمر بال A وال B هي السيركل اللي السنتر بتاعها في الميد بوينت بتاع الاي بي، تمام؟ يبقى هي ايكوالز ايه؟ هي ايكوالز 2. اللي بعديها لو عندي الاي بي ب 6 then the area of the smallest circle which passes through the two points A and B equals A، اولا الاي بي ده المفروض ان هو هيبقى ديامتر، يبقى الراديوس عندي اس 3، يبقى الاريا عندي باي ار سكويرد اللي هي باي 3 سكويرز اللي هي 9 باي. يلا ناخد مسائل الكومبليت. Complete the following. The circle is identified if its center is given and the length of A its radius. اللي بعد كده the circle which passes through the vertices of a triangle is called A circumcircle. اللي بعديها the number of circles that can pass through any three vertices of a parallelogram is A، ناخد بالنا هو هنا بيقول لي three vertices ما بيقوليش البارالوجرام كله، وانا عندي اي three vertices عندي طالما هم non-collinear ينفع نلاقي circle تمر بيهم، طالما هم three vertices ومش collinear يبقى هنا is A is one، عدد السيركلز one. ناخد بالنا ان كلمة البريوجرام ممكن تلخبط، لكن لا هو هنا بيقول لي 3 vertices. طيب if AB equals 6 then the number of circles of radius length of each is 5 and the passes through 2 points is كام؟ عندي كام circles الراديوس بتاعهم 5 وبيمروا بال AB؟ انا عندي اولا half ال AB ب 3، معنى كده ان الراديوس عندي greater than half ال AB، وقلنا في الحالة دي عندي 2 circles، واحدة بتترسم فوق والتانية بترسم تحت، يبقى is 2. اللي بعديها A and B are two points in a plane where AB 5.4، مديني ال AB اللينس بتاعه ب 5.4 then the number of circles which the radius length of each
equals 2.7 and the passes through ال 2 points دول is ايه؟ اولا 2.7 ده هاف الاي بي بالظبط، وطالما نصها بالظبط احنا قلنا عندي just one circle، ودي تبقى ال smallest circle اللي بيبقى السنتر بتاعها في الميد بوينت بتاع الاي بي، يبقى هنا is ايه؟ is one circle. تمام؟ يبقى number of circles is one. اللي بعد كده the greatest length of a line segment whose terminals lie on a circle of radius length is 7 equals ايه؟ ناخد بالنا، بيقول لي اكبر length the line segment والتو terminals بتوعها يكونوا على circle الradius بتاعها 7، يبقى اكبر line segment اللي هي الدايمتر يبقى equals ايه؟ equals 14 سنتيمترز اللي هي هتبقى الدايمتر. يلا نشوف problem 5. بيقول لي A and B are two points where AB equals 6. بيقول لي draw a circle of radius length 5 and passes through two points A و B. وبعد كده عايز the number of circles can be drawn وعايز the distance of the center of the circle from AB by proof. يلا نشوف هنرسمها ازاي. هو في الاول بيقول لي AB 6 centimeters. هنرسم AB 6 centimeters. ادي AB. بعد كده نجيب لها الاكسس اوف سيمتري، يعني نيجي عند الميد بوينت ونعمل بيربنديكولار لاين. ادي اللاين اوف اكسس اوف سيمتري. بعد كده هنعمل ايه؟ هنيجي نقف هنا بالكومباس بتاعي واخد فتحه، الفتحه دي 5 سنتيمتر، هيحصل لها انترسكشن مع اللاين ده في نقطتين. نقطة M ونقطة N، كل نقطة من دول تعتبر سنتر لسيركل، السيركل دي هتمر بنقطتين A و B. هنرسم بس AB عشان المطلوب، وادي السيركل التانية اللي هتمر بالـ AB. يبقى الإجابة بتاعتنا عن السؤال اللي بيقول لي find a number of circles that can be drawn، يبقى أنا عندي two circles ممكن أرسمهم ويمروا بنقطتين A و B، والاتنين دول كل واحدة فيهم radius بتاعها 5 سنتيمتر. المطلوب الثاني اللي هو عايزه بيقول لي عايز الديستانس فروم ذا سنتر اوف ذا سيركل فروم اي بي، يعني ادي الديستانس من السنتر بتاع السيركل لحد الاي بي، طبعا ده كده بيربنديكولار. هنعتبر مثلا ان البوينت دي هنخليها سي، هنقول ايه؟ هنثبتها ازاي؟ هو عايز الام سي، ده المطلوب. طبعا احنا عارفين ان الام بي ده 5 سنتيمتر، تمام؟ يبقى هنقول سينس ان ال MC line segment perpendicular over ال AB، تمام؟ يبقى لازم يكون ال C في ال midpoint، يبقى then C is midpoint of ال AB. ده معناه ان ال CB 3 سنتيمتر، دي كده 3. طب وده كده واضح ان هو فيثاغورس، يبقى in triangle MCB since ان الميجر of angle C equals 90 degrees، يبقى then ال MC squared هي equals ال MB squared minus mean ال BC squared، يعني ال MC هي equals ال square root ل 25 minus 9 اللي هو روت ال 16 اللي هو 4 سنتيمتر. بروبلم 8 بيقول لي يوزنج الجيومتريك تولز درو اي بي لاين سيجمنت اللينس بتاعها 6 سنتيمتر، وبعد كده درو الاي سي راي. طب الراي ده هرسمه ازاي؟ هو مديني انجل، بيقول لي في عندي انجل اسمها سي اي بي ايكوال 60، يعني الاي سي ده راي عامل مع الاي بي لاين سيجمنت انجل 60. طيب بعد كده بيقول لي درو السيركل ذات باسس ثرو البوينتس A و B والسنتر بتاعها لايز على الاي سي راي، وبعد كده احسب الراديوس تنس بتاعها. تعالوا كده مع بعضين نشوف هنرسمها ازاي. اول حاجه هنرسم الاي بي لاين سيجمنت، وبعد كده هنرسم الاي سي راي بس بعد ما نحدد الانجل اللي هي 6 ديجريز عند الاي. اقف عند الاي واخد 6 ديجريز، اعمل راي طويل، هو ده الاي سي راي. هنعتبر ان البوينت دي مثلا اللي هي السي،
بعد كده بيقول لي ارسم سيركل، السيركل دي تمر بالاي بي والسنتر بتاعها واقع على الاي سي ري ده، واقع على الايه؟ على الري ده. هو طالما السنتر هيقع على الري ده لازم ارسم الاكسس اوف سيمتري والانترسكشن ما بينه وما بين الري ده، يبقى هو السنتر. يبقى هنرسم الاكسس اوف سيمتري بتاع الاي بي، يحصل انترسكشن عندي في بوينت، البوينت ام دي دي اللي هرسم منها السيركل اللي هتمر بالاي والبي. بيقول لي بعد كده كالكوليت ذا لينث اوف اتس راديوس، الراديوس اللي هو عندي ايه؟ اي ام. طيب انا لما رسمت، رسمنا الانجل اي دي كام؟ 60 ديجريز، دي كده 60، وانا الترينجل ده المفروض ان هو رايت، لان انا هنعتبر دي مثلا البوينت دي، وهنعتبر دي طبعا دي سي، مش هنتكلم عنها، مش هنحتاجها في الرسم خالص. طيب انا عندي الام دي المفروض ان هو بيربنديكولار اوفر الاي بي، ده معناه زين الدي از ميد بوينت اوف الاي بي، ده معناه ان الاي دي 3 سنتيمتر، يبقى الاي دي ايكوالز 3 سنتيمتر. ناخد بالنا ان الانجل دي كام؟ الانجل دي 60، يبقى الانجل دي 30، يبقى ان تريانجل ام دي اي الميجر اوف انجل ام دي هت ايكوالز ايه؟ هت ايكوالز 180 ماينس ال 90 بلس ال 60 اللي هي ايكوالز كام؟ ايكوال 30 ديجريز. يبقى المفروض السايد اللي قدام الانجل 30 ايكوال هاف الهايبوتنيوز، يبقى زين على طول الام اي اللي هو الراديوس ده هي ايكوالز معانا 2 تايمز الاي، الاي دي اللي هو 2 تايمز 3 which is 6 سنتيمتر. المسألة اللي بعد كده بيقول لي using the geometric tools draw triangle ABC in which AB 4 وال BC 5 وال CA 6، وبيقول لي draw a circle passing through the points A و B و C. يبقى معنى كده ان انا لازم ارسم 2 axes of symmetry وبعد كده يحصل لهم intersection في point، البوينت اللي هي السنتر. طيب what is the kind of a triangle ABC with respect to the measures of its angles؟ واضح طبعا هيطلع acute لان 4 5 6 هيطلع acute. و where is the center of the circle located with respect to the triangle؟ هنبقى متوقعين طبعا ان هي تطلع فين؟ inside a triangle. يلا نشوف هنرسمها ازاي. اول حاجة هنرسم البوينت AB 4 سنتيمترز، هو بيقول لي ال BC ب 5 وال AC ب 6، يبقى هنيجي عند ال B ونفتح الكومباس فتحة 5 ونعمل arc، ونيجي عند ال A ونفتح الكومباس فتحة 6 ونعمل ارك، يحصل لهم انترسكشن في بوينت، هي دي البوينت سي. دي كده 5 سنتيمتر ودي كده 6 سنتيمتر، البوينت دي هي البوينت سي، نوصل اي سي ونوصل البي سي. كده رسمنا تراينجل. محتاجين دلوقتي نجيب السنتر بتاع السيركم سيركل اللي هت ايه؟ اللي هتمر بالايه؟ بالثري فيرتسيز دول. يبقى لازم نحدد 2 axes of symmetry. هنشوف الاكسيز بتاع الاي بي وبتاع البي سي هيحصل لهم انترسكشن في نقطة. البوينت دي هي البوينت اوف انترسكشن اللي هترسم لي السيركل اللي هتمر بال 3 بوينتس. لما نيجي نجاوب على الاسئله اللي هو بيسالها لي، بيقول لي دلوقتي where is the center of the circle located؟ يبقى center of the circle located inside the triangle. طيب السؤال الثاني هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي what is the kind of triangle ABC with respect to the measure of its angles؟ طب السؤال ده هنجاوبه ازاي؟ هنجاوبه عن طريق السنتر اللي واقع عندي inside the triangle. هنقول كده since the center of the circumcircle of the triangle ABC lies inside the triangle then the triangle is acute angle triangle. مسألة اللي بعد كده مديني 3 points A و B و C، يقول لي عايز ال coordinates of M the center of the circumcircle of a triangle ABC. معنى كده ان انا عندي ال point M دي center، والمفروض ان ال points A و B و C دي بتلايز على ال A على circumference بتاع circle، ده معناه ان ال M A equals M B equals M C. يبقى since ان ال M is the center of the circle يبقى على طول زين ال MA equals MB
equals mc. طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني ان احنا هنفرض ان البوينت m عبارة عن x و y. consider that البوينت m is x و a x و y. بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب اللينس اوف ام اي. يبقى انا عندي الام اي ده هيكوالز ايه؟ يبقى السكوير روت x1 minus x2 squared plus y1 minus y2 squared. نخلي دي مثلا كده الاكس، يبقى عندي الاكس هنا minus 1 squared، الكلام ده plus y minus 3 squared، ونخلي دي كده 1. ايه كمان؟ عندي الام بي المفروض ان هي هتيكوالز السكوير روت للاتي. المفروض هنا هيبقى x minus 1 squared، الكلام ده plus y minus minus 1، يبقى y plus 1 squared، ونخلي ده 2. و since ان ال m a equals m b، ده معناه ان الروت ده equals ده. يعني لو عملنا squaring للبوث سايدز، يبقى انا عندي x minus 1 squared plus y minus 3 squared، الكلام ده هيequal x minus 1 squared، الكلام ده plus y plus ال 1 a squared. طبعا الترم ده راح مع الترم ده، يلا نفك. يبقى انا عندي y squared الكلام ده minus 6y twice the first times the second، يبقى 6y. عندي الكلام ده plus مين؟ plus 9. هنا equals y squared plus 2y plus 1. ال y squared راحت مع ال y squared. يلا نجيب ده هنا في الطرف ده كده، يبقى ده معناه ان نيجاتيف 8y، ونجيب ده الناحيه الثانيه، يبقى 1 minus 9 equals ايه؟ نيجاتيف 8. يبقى على طول زين ال y equals كام؟ equals 1. نجيب ال x ازاي؟ طب انا عندي ال m c هت equals ايه؟ ال square root لمين؟ هيبقى عندي x هيبقى plus 3، الكلام ده squared، الكلام ده هيبقى plus y plus ال 1 ايه؟ سكوير، ونخلي دي كده 3. طيب ممكن نساوي ال 2 بال 3، نكمل هنا كده. وسنس ان ال ام بي ايكوالز ال ام سي، يبقى ده هيكوالز ده، يبقى اللي تحت الروت هيكوالز اللي تحت الروت. يعني الاكس بلس 3 سكويرد بلس واي بلس ال 1 سكويرد، الكلام ده هيكوالز اكس ماينس 1 سكويرد بلس y بلس ال 1 ايه سكويرد. ده كده راح مع ده كده، يلا نفك. يبقى انا عندي x سكويرد هنا بلس 6x بلس 9، الكلام ده هيكوالز x سكويرد ماينس 2x بلس ال 1. الاكس سكويرد راح مع الاكس سكويرد. لو جبنا نيجاتيف 2x هنا هيبقى 8x، ونجيب دي هنا هيبقى نيجاتيف 8. يعني معنى كده ان ال 8x ايكوالز نيجاتيف 8، يبقى الاكس على طول هتيكوالز كام؟ هتيكوالز نيجاتيف 1. يبقى احنا جبنا الاكس بنيجاتيف 1 والواي عندي جبناها بكام؟ ب 1. يبقى الكوردينيت بتاع الام عباره عن نيجاتيف 1 و 1. يلا نشوف مساله الاكسلنت بيوبلز. بيقول لي هنا درو ترينجل اي بي سي ان ويتش الاي بي ب 6، مديني كده سايد، ومديني الميجر اوف انجل اي ايكوال 40. هنيجي عند البوينت اي ونرسم انجل 40. بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي the radius length of the circumcircle of the triangle ABC equals 5. ناخد بالنا من حاجه، انا دلوقتي هحدد ازاي البوينت C. انا حتى هذه اللحظه ما عرفتش اوصل للبوينت C، ان هو مش مديني الطول بتاع البي سي ولا مديني الانجل من الناحيه الثانيه بيه عشان اقدر اقفل التراينجل. طب هقفل التراينجل ازاي؟ ناخد بالنا هو بيقول لي ايه؟ يقول لي الراديوس لينس بتاع السيركل اللي هتحوط ال 3 بوينتس بكام؟ ب 5. يبقى انا ممكن بعد ما اجيب الاي بي على طول اجيب لها اكسس اوف سيمتري، وبعد كده اجي عند البوينت اللي اسمها بي دي اخد فتحه بالكومباس بتاعي 5 سنتيمتر واعمل انترسكشن مع الاكسس اوف سيمتري. طب ده هيديني ايه؟ هيديني السنتر بتاع السيركل دي. السنتر بتاع السيركل دي اجي بعد كده اقف عندها بالنيدل 5 سنتيمتر واقفل السيركل كلها، لازم هيحصل انترسكشن مع الري ده. الانجل اي دي هتعمل ري، هيحصل انترسكشن مع السيركل في بوينت، هي دي البوينت سي. تعالوا مع بعضنا نشوف هنرسمها ازاي. اول حاجه هنرسم الاي بي 6 سنتيمتر. واجي عند الاي واخد انجل 40، ادي كده 40 ديجريز، واعمل ري طويل.
لحد هنا كده انا مش عارف ازاي هجيب البوينت سي، لكن عندي معلومه ان انا عندي السيركم سيركل بتاعتي الريديوس بتاعها 5، يبقى الاول لازم اجيب الاكسس اوف سيمتري الاي بي واقف عند البي واعمل انترسكشن مع الاكسس اوف سيمتري في نقطه، تبقى هي دي الايه السنتر. ادي الاكسس اوف سيمتري الاي بي، اجي عند البي كده واعمل ارك. الارك ده هيفيدني في ايه؟ هيقول لي ان البوينت دي هي السنتر بتاع السيركم سيركل، اقف عندها بقى بفتحه ام ام بي او ام اي وارسم السيركل. ايه اللي حصل بقى؟ السيركل لما اترسمت حصل انترسكشن مع الري ده في بوينت، البوينت دي لازم تكون هي البوينت اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها سي. وبعد كده نوصل مين؟ نوصل البي سي. هو بعد كده طالب ان احنا نجيب الام دي من هنا لهنا، طبعا دي كلها 6 سنتيمتر يبقى كده 3، وده احنا جايبينه ب 5 يبقى من فيثاغورس 5 سكويرد ماينس ايه سكويرد هيطلع 16، ناخد لها الروت يديني 4، يبقى ده هيطلع 4 سنتيمتر. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الليسون. ليسون سهل جدا، مفيش مشاكل خالص. الاسئله بتاعته كلها بتجي لنا اما تشوز يا اما كومبليت، حتى الرسم زي ما انتم شايفين الرسم سهل جدا. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.